جامعة الموصل حريصة على طلبتها وحريصة على منتسبيها، ونتيجة للتداعيات التي رافقت ظهور فيروس كورونا والقرارات خلية الأزمة حول إيقاف الدوام ودوام قسم من المنتسبين في جامعة الموصل، فقد قامت جامعة الموصل بحملة تطهير وتعفير كاملة للأقسام الداخلية وللمستشفى المستشفيات الطبية، مستشفى طب الأسنان والمستشفى الطب البيطري وللمركز الطلابي والعديد من المواقع التي يحصل فيها تداخل ويحصل فيها من الممكن أن يحصل فيها انتقال للعدوى. هذه الحملة التي أتت بالتعاون ما بين فريق CBRN والدفاع المدني، والتي تمت خلالها تعفير وتعقيم عدد كبير من هذه الأبنية. عمليات التطهير والتعقيم ستستمر في جامعة الموصل. كذلك قامت الجامعة ونتيجة لتوقف دوام طلبتها، نتيجة لتوجيهات خلية الأزمة ولغاية يوم 21، بتنشيط التعليم الإلكتروني، والذي تم خلاله استخدام البرمجيات الحديثة المقدمة من شركة جوجل لشركة الموصل، وهي حزمة جي سويت والجوجل كلاس روم، وتم خلالها القيام بالعديد من المحاضرات لعدد كبير من الأساتذة. هذه المحاضرات التي يمكن الآن أن تحفظ في الغمامة أو الكلاود، ويمكن للطالب التداخل الدخول إلى هذه الغمامة من خلال باسورد معين، والاطلاع على المحاضرة والاطلاع على مناقشات الطلبة مع الأستاذ المادة. لا يتطلب وجود الطالب والأستاذ في نفس اللحظة، حيث أن جميع هذه الفعاليات وهذه المحاضرات مخزونة في غمامة أو في الكلاود. جامعة الموصل حريصة جدا على أن تواكب كل التطورات أولا، وبنفس الوقت حريصة على أن لا تحدث فجوة في التعليم مع طلبتها، وأن لا يحصل أي مشكلة صحية لأي منتسب أو أي طالب في جامعة الموصل. هناك تنسيق على المستوى المعلوماتي. جامعة الموصل تضم عدد كبير من الأساتذة في كليات الطب والطب البيطري وكليات الصيدلة، لهم معرفة كبيرة بالأمراض الانتقالية وتخصص في هذا الموضوع. قامت الجامعة بإعداد عدد كبير من المنشورات الخاصة بهذا الفيروس، كذلك قمنا بعدد من الندوات الخاصة بفيروس كورونا، وتم رفع فيديوهات متعددة في الجامعة على مواقع الجامعة حول كيفية تعامل المواطنين مع فيروس كورونا. جميع هذه الفعاليات ومن خلال المجموعات الطبية في تواصل مع دائرة صحة نينوى حول هذا الموضوع، جامعة الموصل تعمل مع الجميع يدا بيد من أجل خدمة هذا المجتمع وهذا البلد إن شاء الله.